السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. builder.ai ده يخليك تعمل التطبيق اللي انت عايزه بسهولة تامة ومش محتاج خبرة، وتقدر تشير الملف بتاعك في اي لحظة، تقدر تسيفه وتقدر ان انت تشتغل تاني. طيب خلينا نقول sign in، بيقول لك ابدأ اختار البيس بتاعتك. يعني ممكن مثلا عايز حاجة شبه اوبر او شبه اي باي او امازون او فيسبوك، الشكل اللي انت عايزه. وبعد كده ابدأ عدل فيه زي ما انت عايز، وتعالى نشوف. بيقول لك ان هو ده المساعد بتاعك، وممكن تختار من اللايبراري على طول. طيب انا اقول له ان انا اسمي عمر، بيقول لي انت عايز تبني ايه. تمام، فبيبدأ ان هو يستفسر، فانا توفير الوقت اقول له لا ده انا عايز اختار انا. تمام، نختار من المكتبة، يعني فيها حاجات كتيرة جدا. مثلا عايز تعمل حاجة سوشيال او حاجة ترافل او حاجة للفود درينك لايف ستايل، تقدر تختار شكل جاهز وتبدأ ان انت تتعامل معاه. عشان بس يبطل الخامة. طيب ممكن نختار كده مثلا اديوكيشنال. يعني يقول لك ايه، في تقدر تعمل حاجه بنفس شكل كورسيرا اهو. بقى عندك كل حاجه جاهزه، مجرد ان انت بقى تحط اللوجو بتاعك، تحط الشكل بتاعك، الحاجات دي. طبعا هو الحاجه بفلوس، يعني اكيد مش حاجه بالصعوبه دي هيخلوها ببلاش. تمام، وتقدر ان انت مثلا تخلي فيه ملحوظات او في كذا. طب مثلا حاجه جوجل كلاس روم، تبدا ان انت تختار. تمام، علمت عليه، هقول له بيلت ناو. بيقول لك ايه، ابدا بقى التسجيل. هو بقى بيقول لك اعمل ساين اب. تمام، طبعا دي صورتي، دي صوره هو حاططها كده عشان اغيرها. تمام، بيقول لي اوصف نفسك. تمام، تبدا بقى تختار الاختيارات اللي هو عاملها. هو بقى يبدأ ياخد الأنصر ديت ويساعدك في عمل الموقع بتاعك. أو زي ما انت شايف بدأ يضيف صفحة، تقدر تضيف نوت، تقدر تضيف أي بيانات انت عايزها. وكل صورة هتلاقي عندك موقع أو تطبيق كامل تقدر ان انت تشتغل عليه زي ما انت عايز. وتقدر ان انت تخش الدعم الفني تسألهم في أي حاجة انت مش عارفها. طيب خلينا نشوف البلان دليفري، الديزاين، البروفيشنال. دي بقى الأسعار حسب الحاجة اللي انت عايزها. تقدر تدخل بقى على الداشبورد، زي ما انت شايف احنا مش بنكتب حاجة أكواد أو بنكتب حاجة شفرة، لا مجرد بتختار شكل معين وتبدأ ان انت تتعدل فيه لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها. بس يعني بيوفر عليك وقت كتير جدا للشغل.